من طرح وهي وجود قوات حفظ سلام دولية في غزة ورفض غزة هذا الأمر. نستمر في هذه المائدة الحوارية وينضم إلينا الآن أيضا عبر سكايب دكتور رمزي عودة مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي. دكتور رمزي أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. ونتحدث عن الانتقال إلى المرحلة الثالثة. نتنياهو لم يعلن، يدعوت هي التي أعلنت، صحيفة الإسرائيلية هي التي أعلنت هذا الأمر. أمريكا تقدم وكأنه يعني ما فكرة أنه وجود قوات حفظ سلام في غزة، غزة ترفض، القوات أو الدول التي من المفترض أن تشكل هذه القوة أيضا تتحفظ وترفض. كيف ترى هذا الأمر سيدي برمته من كل الأطراف؟ اولا نتنياهو لم يعلن، في العاده في معظم المراحل رئيس الوزراء او حتى الجيش لم يعلن عن بدايتها، هم ياخذون شهر على الاقل حتى يقولوا نحن في المرحله الثالثه. بالتاكيد لم يعلنوا عن المرحله الثالثه لانه ما زالت رفح، يعني لم ينهوا العمليات البريه فيها، وقالوا نحتاج الى شهر. هذا اتوقع انهم دخلوا في غالبيه المناطق المرحله الثالثه ما عدا رفح، يعني ما عدا رفح. بالنسبة لهذه المرحلة كما تحدثت حضرتك، هي مرحلة بسموها العمليات الجراحية، هي اغتيالات، دخول قوات خاصة أو قوات من الجيش على بعض المناطق بناء على معلومات استخبارية من أجل تنفيذ اغتيالات أو قتل أو أسر إلى آخره من قضايا استخدام الطائرات، قدر الإمكان عن العمليات البرية الواسعة في هذه المرحلة. وفي هذه المرحلة أيضا من أهم سماتها اللي هي تكوين ما يسمى باليوم التالي للعدوان، بمعنى ترسيخ ماذا يمكن ان او ما هو طبيعه النظام الذي يمكن ترسيخه في قطاع غزه. هناك حديث كثيره كما تفضل، هناك ما زال خطر الاحتلال موجود، يعني اسرائيل لم تعلن انها ستنفك احتلالها عن قطاع غزه، بالعكس القيادات السياسيه والعسكريه تتحدث عن احتلال لمده 5 سنوات او 10 سنوات صحيح على الأقل. هناك مخاطر الاستيطان، هناك مخاطر التهجير ما زالت، هناك أيضا رؤية أمريكية اليوم تحدثت عن، أو الفقرة هذه تحدثت عن قوات أمريكية دولية أو قوات غربية ودولية، تماما كما حدث في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين. أيضا كان هناك حديث عن بعض القوات العربية، لكن العرب أبدوا عدم اهتمامهم في هذا الموضوع لأنهم لا يريدوا أن يعطوا للاحتلال تبرير في مزيد من القمع والقتل والتهجير. صحيح. أعتقد أنه حتى الآن في هذه المرحلة الذي يميزها عسكريا أنا أقول بقاء قوات الإسرائيلية على محور فلادلفيا، بقائهم على محور نتسارين، المنطقة العازلة اللي أنشأوها على مسافة قطاع غزة مع الاحتلال مع أراضي عام 48 بمسافة أو بمساحة 62 كيلومتر، تدخلات سريعة وعودة إلى الكوكونات العسكرية الإسرائيلية. نعم دكتور رمزي، هناك هذا المقترح الأمريكي بوجود قوات حفظ سلام في غزة، حماس رفضت هذا المقترح، هل تعتقد أن بالإمكان أن يمارس ضغط على حماس لقبول هذا المقترح وقبول، يعني هل من المفترض أن يعني في الأيام القادمة تحمل معها هذا التغير في رأي حماس فيما يخص وجود قوات حفظ سلام على أراضيها؟ هي أراضي الشعب الفلسطيني، نؤكد أن غزة هي جزء من الدولة الفلسطينية. صحيح. والدولة الفلسطينية يمثلها منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي الموضوع متعلق بسيادة منظمة التحرير. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، اليوم الحديث عن 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 صفقة تقول كالآتي، يعني حسب التسريبات الإسرائيلية، لأنه من مصادر حماس حتى الآن لم نسمع يعني ما هو التعديلات التي حدثت ولا حتى من المصادر العربية، لكن حسب التسريبات الإسرائيلية تقول أنه انتهى شرط حماس في موضوع وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، الانسحاب التام في المرحلة الأولى. بالتالي المرحلة الأولى لمدتها 6 أسابيع أعتقد أنه لا توجد إشكالية في هذا الموضوع. التفاصيل التي تتحدث عنها هي تفاصيل لها علاقة بأعداد الأسرى وكذا، وبالتالي هي لا تلغي اتفاق، يعني يمكن حلها فنيا. خلينا نحكي الإشكالية الحقيقية في المرحلة الثانية والثالثة من هذا الاتفاق، لأن هذه المرحلة يتم الدخول في مفاوضات حول التجازير العسكرية، ثم يتم الدخول في مفاوضات حول اليوم التالي بعد العدوان. نعم صح. اليوم التالي بعد العدوان حماس أيضا لا تمتلك صيغة، يعني نكون صريحين،
إسرائيل لا تمتلك صيغة معينة، لأن إسرائيل تريد الاحتلال والتهجير. حماس حتى الآن، أنا سمعت البارحة أو قبله نزال، محمد نزال، يقول أنه مستعد، أن حماس مستعد أن تكون جزء من سلطة وطنية في قطاع غزة بمشاركة الفصائل، يعني ليست السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة، سلطة أخرى. وأيضا تحدث عن إذا لم يكن هذا البديل مقبول، يمكن الحديث عن انتخابات. وبالطبع مسألة الانتخابات مسألة سخيفة في الوقت الحاضر، الأولوية ليست الانتخابات، الأولوية لإنقاذ الشعب الفلسطيني في هذا الموضوع. فبالتالي دكتور رمزي، اسمح لي، هل تعتقد أن هذا الكم الهائل من الشهداء وهذا الكم الهائل من المصابين، نتحدث عن ما يزيد على 38 ألف شهيد، ووصلنا وتجاوزنا أيضا 80 ألف مصاب وعشرات الألاف من المفقودين، هل تعتقد أن هذا العدد الهائل، نتحدث أيضا عن ملايين الأطنان من الركام في هذه المساحة الصغيرة في غزة، نتحدث عن احتياج هذا الركام إلى سنوات طويلة لكي يزال ويعاد 14 سنة أحسنت ويعاد بناء غزة، هل تعتقد أن كل هذه الإرهاصات أو كل هذه المقدمات من الممكن أن تقود قادة حماس أن يتغير مسارهم في هذه الحرب؟ يجب عليهم ذلك. حتى الآن لا يوجد مؤشرات، للأسف أنا أتحدث بمرارة حول هذا الموضوع. نعم. حتى الآن لا توجد أي مؤشرات إيجابية من قبلهم. أنا اليوم كتبت مقال الحياة الجديدة وهي الصحيفة الرسمية في فلسطين، وقلت إنه حان الوقت لكي تقوم حماس باتخاذ قرار مصيري. هذا القرار هو إنه الاعتراف بشرعية المنظمة، ليس فقط اعتراف حكمي، الانخراط في المنظمة وتوكيل المنظمة وسلطتها الوطنية، إدارة اليوم التالي للعدوان وإدارة المفاوضات، هذا هو الحل الوحيد. يعني يجب أن تكون هناك ثقة كاملة في هذا الموضوع، أن المنظمة هي الحريصة على تمثيل الشعب، وهي المقبولة أيضا. صحيح. هي المقبولة. صحيح. عربيا ودوليا. صحيح. نرجع شوية للسداسية العربية. السداسية العربية في قراراتها أكثر من قرار حدثت أنه يجب، أنه اليوم التالي للعدوان يجب أن يكون بإدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، إدارة الأجهزة الأمنية. صحيح. إلى آخره من القضايا. للأسف حتى الآن لا يوجد خطوات عملية من قبل إخوتنا في حركة حماس للحديث عن هذا الموضوع، هم يماطلوا في هذا الموضوع، لكن اليوم المفاوضات في الطاولة، ما الذي يجري في تحت الطاولة في المفاوضات؟ بما فيها مفاوضات الدوحة. نعم. نوافق حماية قادة حماس من الاغتيالات، خاصة أنه يعني تم اغتيال الشيخ العروري وغيره من قيادات حماس والجهاد الإسلامي. اثنين، سماح لحماس بأن تعيد حكمها لقطاع غزة. لا يوجد أي شيء في المفاوضات، لا عن منظمة التحرير ولا عن السلطة الوطنية. احنا بنقول كالتالي، غزة هي جزء من دولة فلسطين. الانقلاب هو حالة شاذة، حالة طارئة على الشعب الفلسطيني. هذه الحرب الإباء الجماعية يجب أن تعيد هذا الجزء من الغالي من الوطن إلى الكل الفلسطيني. وبالتالي احنا كفلسطين، احنا كمنظمة التحرير، احنا الأفضل على إدارة هذا الصراع. خاصة أنه اليوم يعني حماس غير مقبولة نهائيا، حتى على الصعيد الداخلي هناك. صحيح. يعني انتقادات شديدة لإدارة حماس لهذا الصراع وللدخول في هل من الممكن أن يحمل الشعب الغزاوي أو الشعب الفلسطيني عموما، يحمل حماس المسؤولية المباشرة والكاملة عما آلت إليه يعني الأمور مؤخرا، وإجابة يعني صريحة وواضحة وسريعة؟ شوف، في الوقت الحاضر لا، لأنه إحنا في حرب، وبالتالي لا نريد أن نجلد أنفسنا. إحنا الحرب ضد الشعب الفلسطيني كله. إذن يعني، لكن هذا لا يلغي المسؤولية عن حماس. يعني بعد ما يتم وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، طبعا هناك ادوات قانونيه، وهو ما نتمناه دكتور، ان يتم وقف العدوان. دكتور رمزي عوده، مدير وحده الابحاث معهد فلسطين لابحاث الامن القومي، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا. ما زلنا